بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب لا، لا أيو بابي هي. وحنقصو جرني منصوبات الأسماء، أسماء دي لنسبنا يي ترى إذا وحي هي أفر يطبعا. وحنسوق هذا ني مفعول به، مصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، حالة، تمييز، استثناء، صحيح؟ انتو شرح يا أفر بابا نوغ اللاوان، انتو شرح لها أفر بابا يا نوغ اللاوان، صحيح؟ أفر بابا يا نوغ اللاوان انتو شرح لها سمان كوي يتوانا يو شرح يا سدح نهوري يا نصو شيخنا مسوعيني وحنودن بيون كهذا اللي منصوبة الأسماء كمدة استثناء سماهين استثناء مصنف كوحوكو شيخي الأدوات كاستثناء الله استعماله سديدنا يهين سديدا سي إلا بأوه الرئيس إذا نقو هذا البضني وحو شيخي إلا اسم الوصور ريب سد حالو ليهي سيد حدا سينا وحيا هايين كلام تام موجب إن لغا سوريبو كلام تام غير الموجب إن لغا سوريبو يا كلام ناقص إن لغا سوريبو مذول بحوكم كأولي هاينا صبرن تام يموجب وحلو جيدنا وانصو شاكنا كو علين مينو ويا وحو البهدي لغو عليو بري محل اسكو انتحاما الله حفظيني كا وذا هذا وعوليه جريته كتاب وآخرنا وحوغا أبو شاك وحويري انتحسا ايدو انت كبد الدين شيغي ما جه سببته هي انا شيخ ما كو اهنا دا دي ودا شيغو وهي هي اي وحن هلكا كبلابينا منصوبه طول اسماء باب لا باب لي يرهدو لا وحا جرتا سدا ان وعمل فشو لا سدا ان وعمل فشو اسمي غي نصبني خبر كان وي رفعني سو ان سدا ما يعمل فريني إنه وحيكمل ذهيد النواسخ والابتداء ابتداء مبتدأ كوبين نسخي وسد حقيبها كان وأخواتها ترفع الاسم وتنسب الخبر إنه وأخواتها تنسب الاسم وترفع الخبر ظن وأخواتها تنسب المبتدأ والخبر مفعولين لها صباحا وهي هي لا وصدا إنه عمل فشو اسمي جاي رفعيني المبتدأ خبر يجلي يدوب أي نسخي اسمي جاي يجلي وينصبني خبر كي يجلي ويرفعني لا داسي مرسيدا إن هدي أيو عمل فلي محبابو إن وجودري واي وجودري واي إن هذا حاجة معناها أنا ويكون خلاف سنتاي مركا عمل فلينا ميلا يكون خلاف سنتاي جرا عمل فلك هذا إن ميلا يكون خلاف تدوب وجب يكون خلاف سنتاي تدوب الريموت يي إنكو خلاف سنتاي سيدات هذا يباب جوني أقدر يجي منصوبة الأسبان وحكو جرا اسم هذا خبرك كمجرى خبرك وارف عسيني هاي لا ذا سورة ما إنه كورمه لا ذا زي مركا عمل فلي لح شرط ما له شرط يعني لح شرط لح ذا شرط لبوك شيء يا ممد أن أدوسي وينين يكشي قدونا اعلم واحد واتى أن لا لفظ لا يتنصب وحي نصبني أن كراتي نكروين كي نصبني بغير تنوين تنوين لا أنا يين نصبني إذا باشرت مركا يكون حكتو أن كراتا نكرادا مركا يكون حكتو ولم تتكرر لا لا ذن أي صون نغنغرين نحو لا حول لا رجل في الدار وي لا ذا سدى إن يعمل فلي اسم جاي نسبني خبر كي رفعني إيه شروط بيلاذ هاي لح شرط بيلاذ هاي لح ذا شرط لا بش شرط بو خشيج لا بذا شرط وحوي لا ذا اسم جاي ذا إيه خبر كي ذا لا بذا بو إني نكريين معرفكم عمل فلي كرتو لا ذا اسم جاي ذا إيه خبر كي ذا لبضبوا وإني معرفيهين وإني نكريهين ومعرفة غاهين لا رجل حاضر أكل وإنو يهي صحيح شرط اللبات لا دا إسمك وإني إسكو حيقان وإن لك لده لا رجل وإني تاي هدي لك لده حق له معمر فليسو لبضع شرط بوك الشيك لبضع كدقا لا دا إسمك هذا إيا خبر كذا وإني اللبان نكريهين شرط اللبات
laada iyo ismiga waa inay isku xigaan oo la kala dhaxgelin. Shardi saddexaad oo waxaa jira camal falkeeda daciifinayo, camal falka kama wada qaadayo laakiin uu daciifini. Sidee uu daciifinayaa? Inay camal fashaana way banaanaani, inayan camal fanaynna way banaanaani. Waa goorma? Laadani laa kale oo daba taalla waa inayan jirin, oo laadan ismigeeda iyo khabarkeeda markay qaadato laa kale oo lagu soo cadfay oo iyadana ismi iyo khabar qaadani waa inay meelaha ka dhoweyn. Day ka dhowaato laada inay camal fashana way banaanta, inay camal falina waa banaanta. Mithaal waxaa tiri laa rajula fi daari wala mraata, laa rajula ninna fi daari guriga kuma jiro, wala mraata haweenayna kuma jirto. Laa rajula la mraataad kusoo cadaftay sumahan laa kalaad soo celisay inaad camal siisa waa banaantahay, oo sidaa haddeer aan sheegnay inaad camal hallaysana way banaantahay. Laa rajulun fi daari wala mraatun way banaantahay. آيات القرآن وحيتها فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ويعمل فليهيس لاذن لا بدنا لسوع العلم هي مركز جدو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال قراءة وحيتها فلا رفث ولا فسوق والذي العمل هلا يو ما دام إلا صنع نقطة صحيح وكا اعلموا هذا ويتا أن الله تنصب وين نسبني أن كراتي نكروين كين نسبني بغير تنوين تنوين الآن بين نسبني بغير تنوين وحو أولي هاي مربان أغان دوننا إن شاء الله تعالى. هذا سيدا نقود المر إذا باشرت ومركة أي لباشرت مركة أي كحكتو وي أن كراتا نكرادا أي كحكتو ولم تتكرر أي نصون نغنغنين لا لا ذن أي نصون نغنغنين نحو لا رجولا ننة في الدار قريقا كمسون إذن قريقا مجوكتو فإن لم تباشرها هدايا الله باشرين لادي يا اسمي اسكم الحجان والله كلا دحق علي. وجب وحا واجب الرفع اسمي إلا رفعيه. وجب وحا كلا واجب تكرار لا لادنا إلا سوء العليا واجبه نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. شرط يا أهري وحو أها اسمي يا خبرك لبا نكرة وينيه نكرتين وينيه كو شرط يا اللبات شرطك اللبات إنه يسكو حيقان سو ماهين هدايين يسكو حيقين كورا أولادي يو اسمي يوالا كلا دحقالي إلا عمل هلا يواجبه ما عمل فلي كرتو اسمي لا وحي أهان لها مبتدو نقوني ولا رفعيني سيدا لا في الدار رجل وعاكلو لازم لا كلنا إلا كينا لازم نقوني لا في الدار رجل ولا امرأة نير هذا. آيات القرآن وحيت لا فيها غول ولا هم عنها. لا فيها غول فيها جار مجرور كاسكف سلي سما غول ذي اسمه نقول له مبتدوا غول في هذا نوع خبر مقدمة جار مجرور ولا دين ولا سعدي ولا هم عنها يزفون لا دين ولا سعدي صح سماها ما بنانا إنا ترى لا في الدار رجل أو كليه كم جوجين كرتي لا في الدار رجل ولا امرأة إنا ترى هذا صحيح. فإن لم تباشرها هديا كحي وجب وحا واجب الرفع اسمك إلا رفع مبتدا لمن لو رفعي ووجب وحا كلا واجب تكرار لا لا ذي إلا سوء العلي نحو لا في الدار قريقا كما سقنا رجل ننا ولا امرأة هوينين كما سقنا وايهي. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار إعراب كما هم المهم لا رجل لا نافية تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر لا نافية نافية ومعنى إلا لا حرف واي معناها أي بيش كسو كرنيها سوي نفي بي فائدين لا نافية تعمل عمل إن سيدا إن يعمل فلي تنصب الاسم وترفع الخبر اسم غير نسبني خبر كان ويرفعيني. رجولة اسمها اسم غير ومبني مبني على الفتحة في محل النصب اللي منصوب هدين مبني على الفتحة في محل النصب وايه في الدار في حرف جر الدار مجرور بفي وعلامه جره كسر ظاهره في اخره والجار والمجرور في محل رفع خبر لا والجار والمجرور في محل رفع خبر لا لا رجل لا نافيه تعمل عمل ان ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر. رجل اسمها مبني على الفتحه
في محل النصب في الدار في حرف جر الدار مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد والجار والمجرور في محل رفع خبر الله فإن لم تباشرها هديا كحيق وجب وحواجب الرفع اسمه إن لرفعه مبتدا نغنية وجب وحك وواجب تكرار الله الذي إلا سعي العلي تكرار تعد ويكرر قنطي ولي أنت هذا هو دكتور إن كان يدخل تكرار هذا ترى هذا تكرار واي ومصدر قابك أيمد لما مصدر كلية تعد الله هوس يقال تفعل كي ما ده لما مصدر كلية عربية دورن لما ده مصدر لما ده بقران كي كجران وتبيان يتلقى تبيان لكل شيء سواء القرآن سماهن تلقى لما ده مصدر تعد الله هوس يقال مصدر تكرار تفعل مصدر كيف وزن كي ما ده تعد وكرر قنطي تكرار تفعال تقتال ولو سيدا اوض مركا تكرار واي تكرار هاي اسكولي هنا انا صرفك اقولين على قرانا هذا تكرار تلو وهي هي وجب وحا واجبه تكرار لا لا العلم تيده نحو لا في الدار قريقا كباسقنا رجلون لا نافية ملغات لا عمل الله لا ذو النافية ما عمل فليس ما هي العمل فليويده هي اسمي هي الذي بقى لك لا دخغلي خبرك كلا دخغلو كلا فسلي سوما او رجل الذي اسمي اي كدغن لهيد في الدار يا دخل كجرت سومهن بس لازم ملغاتوي لا نافيه ملغات لا عمل لها في الدار في حرف جر الدار مجرور بفي وعلامه جره كسره ظاهره في اخره والجار والمجرور في محل رفع خبر مقدمه وخبر مقدمه رجل مبتدا مؤخر مرفوع ومبتدا قال يلا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمته ظاهره في اخره الا اسم مفرد وايه ولا امرأة الواو حرف عطف لا نافية ملغات امرأة معضوف على رجل والمعضوف على المرفوع مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فإن تكررت هدي أي صون نغوته لا لا دي هدي أي صون نغوته جاز وحب بناران إعمالها عمل سين تيذا إيوه وإلغاؤها عمل هلين تيذا لا بدو بناران فإن شئت هدي أدون تقولت وحد ليذا هي لا رجل في الدار ولا امرأة والعمل سيني لا رجل لا نافية تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر رجل اسمها مبني على الفتحة في محله في محل النصب في الدار جار ومجرور في محل الرفع خبر لا ولا امرأة الواو حرف عطف لا نافية تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر امرأة اسمها مبني على الفتحة في محل النصب والخبر محذوف خبرك ولا حذف لا سيده يا دبا انت بدن خبر كده ولا حذف انت بدن خبر كده ولا حذف وايه اسقاط الخبر اذا المراد مع سقوطه ظهر وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المراد مع سقوطه ظهر باب لا تعمل عمل ان ابن مالك اساس كبيره ما كو دمينيو وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر بابك وحا كو فافي خبرك ان لا حذف اذا المراد مع سقوطه ظهر هذه لا غرنيو وي مركي لا حذف ده لا غرين ان شيء لازم نقوني ولدان مصبوح بيت شعر ميوها ولا كريم من الولدان مصبوح مصبوح ما تغني ذنك قراع دواي صباح دي واحد لعنه يا مصبوح هو مثل قريعي قلت لا رجل في الدار وقلت واحد لا رجل في الدار وإن شئت هدي أدونتنا قلت واحد لا ذهي لا رجل لا نافية تعمل عمل إن لا نافية ملغاة لا عمل لها رجل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدا والامراه الواو حرف عطف امراه لا نافيه ملغاه لا عمل لها امراه معضوف على رجل والمعضوف على المرفوع مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره في اخره هل كان وحن كغه بخني لادي سيده انه عمل فليس لو شرط اي شروطي اللحظه هي لح شرط بين هذا لو شرط بو كشيء افرانا ما شيق دونا مركه ان شاء الله تعالى لبدا شرطي وشيغه اسمي يا خبرك لبدنا كره وين ايين لا ده يا اسمي وانا لا كلا فصلنا اسكو خيغان لبدا شرطي وشيغه وايه لا ده ان لا سوء العلنين هدي لا سوء العليو عمل فين سينت يا بنا ان لا عمل هليانا وي بنا انت هي وركلنا كوما جيرو باب المنادى منادى اي باب هي المنادى خمسه انواع المفرد العالم والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده والمضاف والمشبه بالمضاف
باب كاني وحكاها هذا يا مصنف كا باب منادى اللي يرد المنادى المنادى وكيل لو يري وكيل لو نواقي يا زيدو باتري زيدو وذو يري هسمها منادى اللي يرد منادى هلا باب بالوغا هذلا هل بابوكا وغا هذلا باب كي كلاه وسكر دافع دبملي ملا كلام كوجاري دونا يعني منادى حروف لو استعمالها جرت حروف تم مسشية وحروف شيء اسمه لو ندينيو الله لو يريو شن مدوم بنقاري شن قبوي شن تعقبوا مفرد علما نكرة مقصودة نكرة غير مقصودة مضاف شبيه بالمضاف وشن تاس شن تواحوه ريا مفرد علما علما هرتوان نقارنا يوقف كره هاد مجيء زواي صباح علما سوى لي قارنا وقف كره هاد مجيء أولي هي مفرد مفوجي ده باب كان مكلا جوجو مفرد باب الذي لفته هذا لمدة موسى سوى شيءيني باب كان مكلا جوجو مفرد وحلي يرى هذا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف سو إذن معنى إنهم باب والمفرد معنى قارة هنيدا الله وذا سو ما هين باب باب معرفة علامات الإعراب مركي أنسوه إذن مفرد وحلي هي ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة أما خمسة من اللي يرى هذا كو باب الخبر مركان مرينينه ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة باب لا تعمل عمل إن باب المنادى مركان لتشوقه مفرد وحالي هذا ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف وحال مضافة هي المضافة أن شبهين وحي مضافة مضافنا شبهه مفرد معها وحي اسم مضافنا أنا هي مضافنا أن شبهين كاسا مفرد لوجيرا هذا بقى اسم مفردة ومضاف يشبيه بالمضاف أنا هين isla markaana calam oo cid gaar ahaaneed magac u ah ka waa mid mufrad calam la yiraahdo ka labaadna waa nakira maqsuuda nakira ismiga nakir waa hanjire nakira waa naqaana sumahan ismu shaayicun fi jinsi la yaqtas bihi waahidun duna aakhara sumahi ismigi nakirada aha ayaad maanta hal nin hal qof ayaad ugu yeerihays ismiga nakir waa markii hore laakiin nakirnimada waa ka saartay hal qof aad magac uga yeed ugu yeerihays rajulun soo nakira ma aha يا حلنا ويريها يا رجل نكنو ننكر هذا القوة ذا صحيح يا رجل هو ينو جبال صبور أن ما هي جبال ولما جمع تكسير جبال لا جمع تكسير جبال وجمع تكسير رجال أو كلوا سماها جبال صبور إذا اللي يراه ذو أي إله صبور جار هذا النبي الله داود مركه أكتي وجو الله هذلي يا جبال أو بي معه يا جبال بورهانو جبال نكروها لكن إدغار هانيد بورا غار هانيد أمريكا لونجيدة بورا الدنيا كويا لورد نان تسبح صدام ما هي وحل الأمر كلاسيني قلنا النبي الله داود وجوه هذا الخوض ومغليه قاس أمر لسيني يا جبال أوي معه نكرة مقصودة لي نكرة وهي اسمها لكن مقصودة إدغار هانيد لونجيدة ما ردي إدغار هانيد لونجيدة نه معرفه نقولي أنا كرا نمدي وكبحي لا ما هيصد كسد حد وانا كيرا غير مقصودة اسمي انا كيروي ادغار هانيد لولا ما جيدو عندنا لولا ما قستي هايو ادغار هانيد لولا ما جيدو نكرني مدي سي لو يا رجولا نينو نينكا دونتا هاتي مثلا ان دلا يا وخر مساجد كيردا واخ كبخيو راسو علي يا رجولا خذ بيدي نينو غانتا وني قبو هي نين هبل كما وداسا نين ان غانتا قبطو اريدا كسارو دونيا سوماها نكره غير مقصود لي وانا كره عيد غار اهانيد لو لما جيدو كسد حد هو مضاف كان شي افراد مضاف مضاف وصولا لبا اسمي ولي سو اضافي يا دني ديس يا عبد الله او كلا يا رسول الله كسد اف شرادنا وشبيه بالمضاف من اللي يرادو شبيه مدوك بالمضاف مضاف ويجي مضاف معها لكن مضاف هو إيجي هاي سو وإيجي هم مضاف مرد ما شيء قدون نكاس باب كيس ونود بيع وقابو فهن هو سو أباهي هاي شن تاس منادى وغيب سماه المنادى مناديه خمسة أنواع شن نوعي المفرد مفرد كي العلم علم كها المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف نجدنا العلم نعيد قرها لذو مجاوي هاي يوان نكرة اسم النكرة هاي المقصودة عدقار هانيد لولا جيدو مانت روح قار هانيد لولا قصديو
يو النكرة النكرة غير المقصودة عدقار هنيد أن لولا جيد نكرة نما دي سلو وضو يو المضاف مثل إضافية إيو والمشبه مثل لو إكيسية بالمضاف مضاف لو إكيسية فأما المفرد العلم مفرد كعلم كا يو النكرة المقصودة نكرة ذا مقصودة ذا فيبنى يعني وحلو بنيني على الضم ضم على لغو بنين من غير تنوين تنوين لها مفرد كعلم كا ينكر هذا مقصود هذا لا بد هو معرفة مفرد كعلم كا هو معرفة ودي عالم هو معرفة نكر هذا مقصودنا نكره هنجر واجي هري لكن عد قار هنيد أليجي ده سما معرفه نقوله سما قرن مفرد كعلم كا ينكر هذا مقصود هذا يا لا بد أسي معرفة نقدين لا بد معرفة أو مبني في محل النسب بيلا حلو بنين يا ضم حلو بنين في محل النسب النووي له مثال نين محمد اللي يرى هذا ربطين أو يرتو يا محمد أدي يا محمد يا حرف النداء محمد منادى مبني على محمد منادى مفرد علم مفرد علم أوي مبني على الضم في محل النسب ضم وكبني سيء هي محل النسب ياله يا نوح بدي سلام من يا أنبياء إله مركو يري كل وا ضم يكون ذا بنيسيه يا نوح يا هود يا صالح لما ضم يكون ذا بنيسيه يا محمد مجرى وراهم مجرى صحيح وياهي يا هود يا حرف النداء هود منادى مفرد علم مبني على الضمة في محل نصب نكرة مقصودة أنا والله مت يا رجل يا حرف النداء رجل منادى نكره مقصوده مبني على الضمه في محل النصب صحيح يا جبال او بي معه يا جبال يا حرف النداء جبال منادى نكره مقصوده مبني على الضمه في محل النصب لبداسي معرفه ويه ضمه يكون بنيسيه وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد ابن مالك اساس في هذا وابن المعرف المنادى معرفة النماء منادى النماء وحي اسكو درسدو واحد كوب بنيسا ومن المعرفة المنادى المفردة ومعرفة النماء مفرد نماء مفرد نماء منادى النماء وحي اسكو درسدو ضمو كوب بني سأل ضمو مؤديهم بدكالو نوشي وكوين يكن ما كتاعي على الذي في رفعه قد عهيدا بدكالوه لكن ضمو اسكا قد قادية ضمو كوب بني عانو سوحري نكره غير مقصودة مضاف شبه بالمضاف سد حملناه هرنه سد هذا ومنصوب ومعرب منصوبة ومعرب وأنا النصبي فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة لبضع ومعرفة فيبنى يعني وحلو بنين على الضم الضم على بنين من غير تموين تموين الآن يعني الضم على بنين نحو يا زيد ويا رجل يا حرف النداء زيد منادى مفرد العلم مبني على الضمة في محل النصب ويا رجل يا حرف النداء رجل منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل النصب نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل النصب وثلاثة سد حدا الباقية صوها دي وسد حدي نكرة غير مقصودة مضاف شبيه بالمضاف وياهي والنكرة وثلاثة سد حدا الباقية صوها دي منصوبة ولا نصبني سد حدا والنصب السينيين لا غير نصبه وحانهين كما بنانو خلاص ولا نصبه نكرة غير مقصودة أواصدة يا رجولا خذ بيدي يا رجولا يا حرف النداء رجولا منادى نكرة غير مقصودة منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره مضافك يا عبد الله يا حرف النداء عبد منادى مضاف منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره الله إذا مضاف إليه وايهي شبيه بالمضاف يا طالعا جبلا يا طالعا كم فول يو جبلا بورت فول يو يا حرف النداء طالعا منادى شبيه بالمضاف منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره والله أعلم